السلام عليكم. احنا المواطنين اللي كان ثورة حارة 20 اللي جاتنا المؤسسة التعاونية في مواد استهلاكية والغاز، يعني غاز بسعر رمزي بسعر 7000. الحاجة دي ساعدت المواطنين، يعني كان في أزمة بتاع الغاز والحاجات دي، فالليلة جونا في الحي بدل انت تفتش سوق اسود وتمشي تفتش حتات كثيرة، ففي الحي في حلتك الغاز يتوفر، جونا في الحلة وفي مواد استهلاكية تانية بأسعار رمزية وبسعر المصنع، فجزاهم الله خير ما قصروا. إن شاء الله يا أخي طوال يكونوا معانا وكل فترة كده يحلوا أزمة المواطنين إن شاء الله. جزاكم الله خير.